اعلان نتيجة الشوط. شكرا للزميل بداح السهلي. اهلا بكم متابعينا الكرام، اهلا بكم في هذه الإثارة، في هذه الندية، في التنافس الأخوي، في التنافس الشريف الكبير هنا أمام أعين الأطفال الذين ينشأون على حب الإبل وهذا الموروث العريق والكبير. العواصف حتى الجولة 29 في الصدارة في الوصافة نيران، وفي المركز الثالث كانت متابعينا الكرام الحنونيات. يا هل الناموس والأمداح والراية الريادي والبنادق والمحازم والجنابي والذخيرة. الجولة 30 المركز الأول العواصف بن حذلين، بن حذلين تركي بن سعود بن نايف الحذلين مالك العواصف، صدارة من الجولة الأولى حتى الجولة 30. هذا هو البطل الحقيقي في الخوارزميات، متصدرا من الجولة الأولى حتى الجولة 30. حضر بقوة كبيرة في هذا اليوم وملفتة، وهنا يتلقى التهاني والتبريكات الفائز والمنتصر الحاصل على المركز الأول تركي بن سعود بن نايف بن حذلين مالك العواصف. الآن نستعرض وإياكم المركز الأول العواصف تركي بن سعود بن نايف بن حذلين 1212.2 من عشرة. المركز الأول، المركز الثاني نيران، نيران سلطان بن محمد بن سلمان المغيري حضر حضور قوي وحضور مشرف 1135.68. في المركز الثالث الحنوانيات حصلت على المركز الثالث 932.5 من عشرة عبد الله بن فالح بن شالع العجمي. في المركز الرابع مريفات حصلت على المركز الرابع فهد بن ناصر بن صالح العتيبي 877.8. المركز الخامس شعل الحشيشي 822 حصلت على المركز الخامس 44 شعل الحشيشي مملوكة. متابعينا الأعزاء، شعل الحشيشي كانت حاضر النايب بن عبد الله الرويس. نهني الجميع بهذا الحضور بهذا التميز والإبداع مع هذا اليوم ومع هذه المنافسات الشريفة بهذا التحدي في لون الشعل في منافسات الثلاثين. كان حضورا مميز وحضور كبير في هذا اليوم. حضرت العواصف بقوة وحضر تركي بن سعود بن نايف بن حثلين حضر بالحضور الكبير بالحضور المشرف. الآن تلقي التهاني والتبريكات في منصة الملاك وأمامكم الأوشحة للمراكز الخمسة الأولى كما تشاهدونها أمامكم. الحضور في منصة الملاك والتهاني والتبريكات الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى في هذا اليوم. تركي بن سعود بن نايف بن حذلين مالك العواصف استطاع أن يحصل على أكبر عدد من المراكز الأولى في جميع الجولات. عود لنهنيه مرة أخرى على هذا الحضور المميز، على هذا الحضور التتويج من سعادة العقيد سعود بن عبد الله بن حذلين. يتوج تركي بن سعود بن نايف الحذلين مالك العواصف الحاصلة على المركز الأول. شكرا لك يا بن حذلين على هذا الحضور وعلى هذا التميز في هذا اليوم. حصلت على المركز الثاني أيضا حضور مشرف وحضور كبير سلطان بن محمد بن سلمان المغير العتيبي نيران في المركز
الثاني استلم الوشاح، وشاح المركز الثاني سلطان بن محمد بن سلمان المغيري، وفي المركز الثالث كذلك الحاصل على المركز الثالث يتوج بالوشاح مالك الحنونيات عبد الله بن فالح العجمي، وحصل على المركز الرابع في هذا اليوم. فهد بن ناصر بن صالح العتيبي استلم وشاح المركز الرابع والمركز الخامس كذلك. متابعينا الاعزاء، نايف بن عبد الله الرويس حضور مميز ولقطه جميله لاصحاب المراكز الخمسه الاولى في هذا اليوم. نهني الجميع بهذا الحضور، نهني الجميع على هذا الفوز، نهني الجميع على تواجدهم وحصولهم على مراكز متقدمة. فراج السبيعي ينتهي دورنا هنا من كابينة التعليق بعدما علقنا على جميع جولات الجمل الثلاثين في لون الشعل في هذه المنافسة الكبيرة في هذا اليوم، وهذه اللقطة الجميلة والرائعة لجميع الفائزين. فراج السبيعي جاهز هناك في منصة الملاك. أبو بدر لك الكلمة. شكرا زميلي أحمد البلوي، معي راعي العواصف سعود بن نايف بن حثلين. أبو نايف ألف ألف مبروك المركز الأول. الله يبارك فيك ويطول عمرك ويسلمك. كنت واثق ما شاء الله تبارك الرحمن من بداية الجولات وانت واثق المركز الأول؟ والله أنا معلمك من بداية الجولات وأنا معلمك طال عمرك. وش سر انتصار اليوم؟ والله أجمع طيب طال عمرك، أجمع حلال كفو، وشفت الحلال كله. سلامتك طال عمرك، واشكر طال عمرك اللجنة بيض الله وجيهم على انهم توهم بادين، ها قال نطلبهم طال عمرك من زاين الصياهد بعد، ومرحبا بهم ومسهلا. فحمكم اليوم راعي نيران؟ والله ما شفنا فحم، ما شفنا تعب. انت وياه اول ثاني اول ثاني اول ثاني، وفي الاخير في الجولة الاخيرة تصدر سعود بن نايف بن حتلين. الحمد لله، لا والله ما فحمنا حتى بالحقيقة، والله ما فحمنا حتى مرهي ان شاء الله. طال عمرك تستاهل الفوز الاول والمركز الاول تستاهل. تركي الف مبروك. الله يبارك فيك ويطول عمرك. تهديها الفوز؟ نهديها لجمهور العواصف ولمحبين العواصف كلهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يطول اليوم صداره ما شاء الله تبارك الرحمن وفارق كبير. الله يطول عمرك ما فيه شك. ونهدي فوز على العجمان ويا من كافه. ما شاء الله تبارك الرحمن. والحمد لله من يوم دخلنا الشوط احنا مرهين باذن الله. ألف ألف مبروك مجددا، وشوفكم إن شاء الله في منافسات أخرى. ألف شكر. الله يبارك فيك طول عمرك وياك. الشكر لكم مشاهدين الكرام، نطلع نياكم فاصل ثم نعود للاستديو والزوم.